عايز رقم اسمك؟ خلي اعمل بطاقه، اعمل بطاقه اول مره. طب وريني ورقه. معاك البطاقه التمنيه بتاعت بابا؟ مصوره صوره ورقم التليفون. تمام. رقم التليفون بتاعك ولا؟ في فرق دلوقتي عايزين بس نشرحه ان من اللي كان بيحصل قبل كده في مكاتب التمويل العاديه ومراكز الخدمه المطوره، ان المواطن قبل كده في المكاتب العاديه كان بياخد وقت على بال ما بيقف في الطوابير ويستخرج البطاقه التمويليه، سواء بدل بطاقه مستجده او بدل فائده او تالف. انما دلوقتي في فرق في مركز الخدمه وحضراتكم شفتوه، ان المواطن دلوقتي بيستخرج بالظبط 5 دقائق ل10 دقائق في استخراج البطاقه. بتقول له الاول انت عايز تعمل ايه، سواء بطاقة جديدة أو بدل تالف أو بدل فائدة أو بيستعلم عن البطاقة. السلام عليكم. محتاج أعمل بطاقة أول مرة بس معك. بتسجل في بطاقة التموين. اتفضلي. محتاج البطاقة الشخصية بتاعتي. دي البطاقة. طيب أنا أخدت من حضرتك دلوقتي صورة البطاقة التموينية بتاعت والدك، تمام؟ صورتك البطاقة الشخصية وقسمت الجواز وإيصال اسم حضرتك قاعد هنا ورقم تليفونك، تمام؟ ده إيصال من عندنا، ثمن الاستمارة اللي حضرتك أخدتها، تمام؟ واستمارة بجنيه بس. آدي الإيصال وآدي الختم بتاع المكتب، تمام يا فندم؟ إن شاء الله بإذن الله في ظرف شهر البطاقة تكون موجودة معاك. تمام. هجي لك رساله على الموبايل اللي حضرتك سبته اللي اخره 299، توجه لمكتب تموين البدرشين استلام البطاقه التموينيه. شرفني هنا في اي وقت تحت امرك. شكرا. تحت امرك يا فندم. تمام يا فندم. شكرا. فرصه سعيده.